عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الفول فوتوشوب. عندنا النهارده شرح جديد هنشرح فيه ازاي نحل مشكله كلوز رير كفر في ماكينات وطبعات كيوسيرا ليزر الوان. الرساله دي معناها ان الباب الخلفي مفتوح وهو مقفول، ورغم كده الرساله هو مقفول اهو مش رايحه. فحلها ايه؟ اديني كلوز رير كفر والباب اللي ورا مفتوح. ده بسبب ان احنا بنفتح باب الحبارات وبنقفله كتير، فده بيخلي السنسور ورا يقع، لان كل مره بتفتح فيه باب الحبارات وبتقفله لازم تديك الرساله دي، فبنفتح الباب ونقفله فتشتغل. بس لو انت فتحت الباب وقفلته ما اشتغلتش هتعمل ايه؟ هنرفع السنسور. هنرفعه ازاي؟ هنجيب حته ورقه نلفها كده، رفعها خالص بالشكل ده كده، نفك معاك تمام، نور فلاش اللسان ده. اللسان ده بيخش يقفل الزرار اللي انا هحط تحت الورقه دي عشان ارفعه. ارجع بروش الكاميرا ورا سيك عشان بس ده اهو الزرار جوه اهو، ومجرد ما ارفعه واتك عليه لجوه سامعين صوت المكنه دارت، فبحط تحتيه ورقه. انزل تحت سيك، انا عايز اجيب صوره، عايز اجيب السنسور اهو جوه اهو تمام. هو ده السنسور اهو، برفعه بس بنضغط عليه لجوه، حط تحتي الورقة اهي، تحتي نحاول تحشروا الورقة تحتي. حطيت الورقة تحتي فخلاص هو قفل الدايرة والمكنة اشتغلت. حتى وانا فاتح الباب الرسالة راحت. كل الحكاية ان انا حطيت ورقة تحت السنسور، السنسور تحت وانا حطيت الورقه تحتيه، رفعته لفوق، اقفل بقى الباب خلاص والمكنه عندي اشتغلت.